I'm traveling من the airport بروح الكويت عندي وايد شغل كذي I'm excited to see my family my nephew and niece and the dogs شيء وايد وايد متحمسة زين ونفس الوقت I have a lot of things to do from wish me luck this week is gonna be أسبوع حافل فباخذكم معي عشان مو بس أنا أعاني بروحي أوكي أوكي My favorite place. الله يشوفه فالنتينو. Cute. أبي كذي بس my room. خلنا نتعطر. Yeah, I love this perfume. This OG. ذات تقارير نا. ذات تقارير. دش نتعطر. المطار الله أحبه. حتى الطفولة وهذا هاي I'm good What's this? What's the brand? Versace Oh my god So nice What is it called? It's Ginger Pecan Guys, why do you know? Only airport. Outside, we can't find. We have been Dubai now, but it costs 1,400. Mm-hmm. Okay, an airport? Yeah, here is only 800. Awesome deal, guys. I'm not just a party at McDonald's. This is the outfit. Oh, I hope I didn't break my laptop. My shirt is so cool. My main, wait. Let me flip. My shirt is so cool. Okay, this is the full outfit. Much better. Let's go. Have some McDonald's. زحمة لك KFC وايد أحسن عن هالزحمة أوفر وأنطر أوكي حبيت فاضي يعني comparing to قبل شوي وايد فاضي أوكي طابور بس أهون أهون I'm charging to the garden con هادي I am happy صراحة Every bite. Can you NFC or am I the only one who has been sounding the ketchup? Yeah, I love chili. Two ketchup, three sometimes. منو نفسي أكل هالتوري عندي الفقرة أي أشوف كتب قريت هذا حسيته هذا stolen focus يقولون حلو no you can't pay attention والله حلو شكله ولا اخذ شيء كذي delightful غير جو انا احب الكتب اللي كذي يعني يكونون يعني mindsets manifestation كذي اشياء عن الحياة عرفتوا expectation effect how are you Transform your life. شكل هذا حلو تصدقون. خل أقرأ وأقول لكم إذا أخذته ولا لا. إذا عجبني هني راح أخذه. And I got this. عجبني صراحة. بس أنا عندي هذا.
I was supposed to read it. فالحين ما أدري شنو أقرأ. تحسون؟ أحس I'll go with the old one. خل أخلص كتاب. طبعاً آيس. آيس أمريكانا. ما أدري بنام بالطيارة آخر شيء. سيارتي يقولوا ما شاء الله بس ما ادري ايش مبطلين الباب يكون كذي like small rooms بس انا اخترت قاعدة عربي فيشيز they're not for like هذا شكل بس يعني مو حق اكل what ما ادري هذول شاركس ولا شنو بس حلوين اوكي سو طلبنا تريش خاطري تريش كويتي غير عن سعودي طلبنا شوربة عدس هذه الشوربة الوحيدة اللي احبها ليش؟ لانه مع تاخذون كذي مع السايد حق البريد بيجي سويتي قاعدة عربية وانت تحكي انجليزي كيفي كيفي فطوش شهيبة وطبعا هذا اكسترا 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 ما اقدر احس ابي اخذ 4 ساعات اكل كل هذا ثانك جايز عشان بروح الدنتست already tired من الصبح don't ask me why I'm wearing a hoodie بس الحر بس الدنتست هنا وايد بارد so let's go رحت الدنتست دكتورتي مشغولة فلازم أي باكر يعني قاعدة من البيت نايمة اليوم وايد أحسن لأنه صدق كان فيني نوم I didn't want to wake up الحين برد البيت أنام وباكر أي إن شاء الله يعني ما أطول سالفة الدنتست لأنه أبي أخلص عندي شغل اوكي دامني قاعدة بالسيارة من لونة بقولكم سالفة اسناني اوكي ستوري تايم ابي ستوري تايم سو انا مركبة فينيرز مركبة فينيرز عند دكتور كل فاشينيستات كانوا يروحوا له قبل زين كل يمدحها انه سو جود ما ادري شنو عنده عيادة المهم فأنا رحت عند الدكتور من مدح أمي فأمي مسوية أسنانها يعني العائلة كلها راحت عنده إنزين وكان يعني وايد غالي بس إنه معروف إنه كان أول فترة الفينيرز وكذي الهوليوود سمايل ويوم الهبة هذه المهم فأنا كنت توني إنه شايلة التقويم ومو عاجبني يعني مو عاجبتني أسناني فوصلك أوكي أنا بسوي تخيلوا أن الدكتور شو سوى فيني شال الأعصاب أوكي برد أسناني شال الأعصاب وركب الفينيرز بدون ما يعالج الأعصاب يعني بدون ما يغطي الأعصاب فالحين كملت 3 سنوات وأنا أتألم وما أدري من شنو بس صار التهاب والتهاب من أسناني واصل لي العظم خيره لأن 3 سنوات أول شيء أول فترة كورونا سكروا عيادته كنت لازم أروح له عشان أقول له إنه I'm in pain سكرت عيادته أنا عبالي عشان كورونا أوكي بعدين سافرت and then I got stuck in Kuwait هذا الدكتور بالإمارات المهم سكر عيادته وسافرت فقلت انه بعاد مع دكتور ثاني
بعدين يوم رحت عند دكتور ثاني قال مستحيل هذا الدكتور شنو مسوي. تخيلوا انه بارد اسناني مخليهم سوسن like a nail okay. عشان يعالجون اسناني لازم يحبون مكبر. ما يضحك انا وايد مضايقة بس ما ادري ايش قاعد اضحك. المهم basically انا والعائلة الكريمة كلنا قاعدين نعالج من هذا الدكتور. وبعدين كذي بعد فترة من كورونا طلعت رومر عنه انه هو اصلا مو متخصص. مو رومر هو صدق، لانه يوم كنت اعالج كانوا 4 دكاترة فوق راسي ويقولوا لي مستحيل هذا دكتور، لان الدكاترة تعرف انه ما يسوون كذي. فاللي سواه هو بيسكلي لعب فينا لعب. وتخيلوا الحين انا قاعد اسوي عمليات اساس اعالج الالتهابات اللي صايره من الشغل اللي سواه. ما ادري وين راح، اختفى الدكتور، راح ورا الشمس. خلاصة الموضوع ان انا للحين اعالج، وخلاص I stopped trusting doctors الا اذا دكاترة حكومة، لان الدكاترة خلاص احسهم بس يبون فلوس بس يخربطون. او ما ادري، this is my own experience، انتو ايش رايكم؟ المهم ف قمت اي ان الكويت اسوي اسناني، لان دكتوري هني وايد شاطر وايد مريح، و هي understands ان انا فيني فوبيا من الدنتست، فوايد يساعدني. وانا بين 4 دكتورز كلهم قاعدين يسوون لي جراحة وما ادري شنو، يسوون لي وايد اشياء. فبين فترة فترة دبي اخلص شغلي واي الكويت اخلص اسناني، وهذا السالفة. ودكتور اللي راح ورا الشمس وايد شفت عنه كلام. تخيل انه لين يومكم هذا اشوف ناس تتكلم عنه بتيك توك وتقول ان هذا كذي كذي سوى. في دكتور هو المشكلة كان مشهور، شلون مالون ما ادري، ما حد يعرف وين الحين. طلع مو متخصص، طلع هو اصلا مو دكتور اسنان، هو بنته دكتورة اسنان بس هو مال لاب اللي يسوون الاسنان. فقاعد يركب ويسوي ويشتغل على رخصة بنته كان، وما ندري اختفى. Like I can't even sue him ولا شيء. بس هذا السالفة، الله كريم. خاصة السالفة don't trust anyone، حتى لو إن دكتور مشهور وهذا وشفته بالسوشيال ميديا ولا شيء، لا تصدقون إلا إذا شفتوا شغلة على ناس تعرفونهم. أوكي أي. وإذا سألتوني إن ليش ما كنتي تعرفين إن أهلك سووا أسنانهم، بيسكلي أنا وأهلي كنا كلنا مواعيدنا مع بعض. كنا دفعة كاملة. فما كنا ندري عن إن الافتر افكت، لأن كنا نعالج مع بعض. بس والله هاي سالفتي، الله كريم. تخيل الصدمة، ذكرت موضوع. تخيلوا ان هذا الدكتور شال لي ضروس العقل، شال لي 3 مرة واحدة. شنو سوى يوم شال ضروس العقل؟ تخيلوا ان في صوب الضرسين العقل اللي شالهم هني واحد تحت. بيسكلي اللي هني خيط الخد باللثة. الحين انا خدي من داخل مشدود، والمشكلة مو بس انا سوالي هالحركة، حتى حق اختي. واختي ما تحملت الخياطة وكذي. بعد ما سوت العملية والخل، راحت الامرجنسي وبطلوا لها الخيوط، لان شلون يعني الخد باللثة كذي مسحوب. انا تحملت وخلاص يعني التحم الوضع، التحم الوضع شلون. وبس والله الله كريم. فيا لا تلوموني اذا يعني عرفت ان انا فيني فوبيا وكلها تحطم على اسناني.
ما أدري شنو، خاصة هالأيام، لأن أي الكويت أعالج 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 أعالج، بعدين يوم أحس إنه أوكي I need a break أرد الإمارات أخذ شغلي شغلي شغلي، بعدين الكويت.